من مصر أرض الكنانة إلى العراق، عراق البطولة والشهامة والمواقف الثابتة التاريخية والحاضرة والمستقبلة مع فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك، مواقف شيخنا الشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى وعلماء أهل العراق. حياكم الله جميعا، الكلمة لكم، كلمة علماء أهل العراق يلقيها الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق، فليتفضل على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، تحية لجميع المشايخ الكرام من العلماء الفضلاء أساتذتنا وشيوخنا ممن بذلوا الكثير في سبيل قضية فلسطين والقدس. هذه الأصوات المباركة التي اجتمعت هذا اليوم لأداء الواجب تجاه فلسطين والقدس والمسجد الأقصى. وأبارك للإخوة في هيئة علماء فلسطين، هيئة علماء فلسطين بهذا المسمى الجديد الجامع المانع، وأبارك لهم الانتخابات الأخيرة والهيئة التنفيذية الجديدة، وهذه أولى ثمرات هذا الجهد المتواصل المبارك لهم، فلهم مني ومن الإخوة في هيئة علماء المسلمين كل الشكر، وهو شكر مستمر لكل من شارك في هذا المؤتمر الصحفي وأدى فيه الواجب تجاه فلسطين والقدس. وأشكركم أيضاً على إتاحة الفرصة لهذه الكلمة، ونوه في البداية أني عضو الأمانة العامة في الهيئة ومسؤول القسم السياسي، أما الأمين العام فهو الدكتور محمد عبيد الكويسي بعد التغييرات التي جرت في الانتخابات الأخيرة. وأنقل لكم تحيات الدكتور محمد عبيد الكويسي أمين عام الهيئة الذي كنا في لقاء قبل ساعتين، وبارك هذا المؤتمر الصحفي وأنابني بالحديث عنه. وبارك أيضا لكل من تحدث واقترح وأبدى رأيا وأبدى خطة وأبدى طريقة أو وسيلة للدفاع عن فلسطين والقدس، فهذا كله إن شاء الله واجب وهو في حسناته. وأؤكد كذلك على مباركتنا في هيئة علماء المسلمين لمقترح الدكتور علي القرداغي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لجعل الأسبوع الأخير من شهر رجب أسبوعا لفلسطين والقدس، وهذا أقل الواجب، بل هي خطوة مباركة لتطبيق كثير من الاتفاقات والخطط والبرامج التي وضعت سابقا لتفعيل هذا الموضوع إعلاميا، وركز هنا على تفعيله سياسيا. فقد استمعت للكلمات المتقدمة وكلها خير وركزت على جوانب كثيرة، وأقول بأن الجانب السياسي مهم، الانفتاح على الأمة جميعا مهم، ولذلك أدعو إلى أن هذه المؤتمرات تشمل في المستقبل إن شاء الله فئات مجتمعية وفعاليات ونشاطات وشخصيات فاعلة تجاه القدس خارج الإطار الديني والإطار الإسلامي، لأن القدس قضية الأمة، فينبغي أن نفعل جميع عناصر هذه الأمة. والاهتمام بالقدس وفلسطين وجعل أسبوع من شهر رجب والأسبوع الأخير من شهر رجب هي خطوة أخرى أيضاً ممكن أن تسحب البساط من بعض اللاعبين هنا وهناك من المعكرين لصف الأمة الذين يتوسلون باسم فلسطين والقدس لتحقيق مآرب قد تهدد كيان هذه الأمة الواحدة، فهي خطوة مباركة ونشد على الأيدي. ولا أطيل، فقد طال بنا المقام، فقط أنقل لكم تحيات أهل العراق جميعاً وتحيات كل من بذل في سبيل فلسطين من أهل العراق من علماء ومجاهدين وقادة وساسة. وأقول لكم من ربوع أبي حنيفة النعمان، من ربوع الشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس المدرسة التربوية والحاضنة التربوية، لصلاح الدين الأيوبي الكردي العراقي محرر القدس، أنقل لكم تحايا العراقيين جميعا، وأنقل لكم تحايا خاصة باسم علماء العراق الذين عرفوا بجعل قضية فلسطين من أولوياتهم الأساسية. تحية الشيخ العلامة أمجد الزهاوي رحمه الله، وتحية الشيخ العلامة نعمان الأعظمي رحمه الله، وتحية العلامة الشيخ أحمد الراوي رحمه الله، وتحية الشيخ الداعية الشيخ الصواف رحمه الله، وتحية الحاج اللواء محمود شيد خطاب، وغيرهم كثير
من علماء العراق وقادته ومفكريه ممن بذلوا جهودهم في سبيل قضية فلسطين والقدس والمسجد الأقصى. وأختم بتحية من الشيخ حارث الضالي رحمه الله الذي قال: معركة فلسطين ومعركة العراق معركة واحدة ولكن بجبهتين، وهو الذي قال: لن تعود القدس إلا بعد أن تعود بغداد. وأختم بتحية من أعضاء هيئة علماء المسلمين جميعا لكم على هذا الجهد المبارك، وفقكم الله وإيانا لتحقيق ما نصبو إليه من خدمة لقضية المسجد الأقصى والقدس والقضية الفلسطينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم شيخنا الفاضل دكتور مثنى حارث الضاري على هذه الكلمة. شكرا لكم، وتحية من علماء فلسطين وعلماء الأمة لعلماء العراق، لكل علماء العراق المجاهدين عبر التاريخ، تحية من أعماق قلوبنا. وإن شاء الله تبارك وتعالى كما عبرتم، هذه القضية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، إنها قضية الأمة، إنها قضية العرب وقضية العجم من المسلمين، بل قضية الأحرار أمست في هذه الأمة. لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى كما بشرتم جميعا، سيكون النصر والتحرير قريب بعون الله عز وجل. شكرا لكل علماء الأمة على ما قدموا. قبل أن نتوجه إلى البيان الختامي الذي سيتلوه الدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين، دكتور نواف، قبل ذلك كل الكلمات التي تحدثت عن الإعداد وعن رفض التطبيع وأنه لا تعايش مع هذا العدو وأن تحرير الأقصى واجب وموقف الشريعة، هذا هو موقف علماء المسلمين، وهذا هو الصوت العالي الذي سيصل إلى كل مكان بعون الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم. أسبوع القدس أمامنا في رجب، في ذكرى التحرير الصلاحي، صلاح الدين، قدوة في التحرير، قدوة في الجهاد، قدوة في الإعداد. الأيام قادمة بعون الله تعالى. الكلمة لكم دكتور نواف تكروري، جزاكم الله خيرا، والختام عندكم بعون الله عز وجل. بارك الله فيكم أخي الحبيب فضيلة الشيخ علي، الله يكرمك. بارك الله في مشايخنا الكرام جميعا، وكل التحية لعلماء الأمة في كل بلادها، العلماء الذين يحملون الراية ويدافعون عن المقدسات ويحملون الأمة على واجبها ويقودون صفوفها ويتقدمون مسيرتها نحو العزة رغم ما يحاول المنحرفون ممن ادعوا حمل راية العلم الإيحاء به ونشره هنا وهناك. التحية لكل أبناء أمتنا، للقيادات المخلصة حكاما ورؤساء أحزاب وجماعات والمخلصين الصادقين، ويا حيف على المنهارين والمطبعين والمنحرفين عن خط العزة والكرامة. وأكيد أيضا أنقل لأهلنا في فلسطين تحيات العلماء وقد سمعوها، ووقوفهم خلفهم وشدهم على أيديهم، فهؤلاء أهلنا في فلسطين يرفعون الراية، ولا أقول سيحرروا فلسطين، إنهم سيحافظون على هذه المسيرة ريثما تأتي الحشود من كل بقاع الأرض بإذن الله تعالى، كما جاءت خلف صلاح الدين الأيوبي الذي لم يكن فلسطينيا. وما أظن، وإن كنا نرحب بكل طريق، أن فلسطينيا هو الذي سيحرر فلسطين، ولكنه سيأتي من مشارق الأرض ومغاربها الجموع من كل مكان بإذن الله تعالى. وإلى البيان، بيان علماء الأمة ضد اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك ومخططات تهويد القدس بل والضفة وفلسطين. الخميس 30 جماد الأولى 1442 الموافق 14 من كانون الثاني 2021. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على اقتحام
باحات المسجد الأقصى المبارك، مصطحبة طواقم القياس والمساحات، قياس المساحات الذين قاموا بأعمال المسح والقياس في باحات المسجد الأقصى المبارك وفي صحن الصخرة، وقضوا ساعات عديدة وهم يجرون أعمال المسح والقياس. وهذا الفعل بحد ذاته عدوان خطير، كما أنه ينبئ بالتحضير لإجراءات عدوانية أشد خطورة وفداحة، استثماراً لحالة الانهيار من بعض الدول والعربية وسيرها في فلك العدو الصهيوني والتطبيع معه. وإن علماء الأمة يتابعون عن كثب ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك وما حوله بصورة خاصة، وفي كل فلسطين بصورة عامة. ومؤخراً شروعهم بعمل حفريات جديدة بالقرب من حائط البراق في القدس المحتلة، ضمن مشروع استكمال تهويد ساحة البراق وجنوب غرب الأقصى، الأمر الذي كشفت عنه المصادر المقدسية، وأن سلطات الاحتلال الإجرامية تمنع أي مواطن من خارج مدينة البلدة القديمة، مدينة القدس القديمة، من الدخول إلى المسجد الأقصى بحجة وباء كورونا، وتستغل الإغلاق الموجود من أجل تغيير الواقع على الأرض في المسجد الأقصى المبارك، رغم تحذير كل من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس والخارجية الفلسطينية من خطورة أعمال الحفر والتجريف، وبخاصة أسفل الجسر الذي يربط ساحة البراق بالمسجد الأقصى المبارك، مطالبة بتدخل دولي لوقفها. وأمام هذا الوضع الخطير الذي يتعرض له المسجد الأقصى وما حوله، ولما له من أهمية عظيمة في نفوس المسلمين جميعاً في العالم كله، فإن علماء الأمة وفي مقدمتهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأقول هنا الاتحاد العالمي، يتصدر ويتقدم علماء الأمة ولكل الهيئات والروابط مكانتها، ولكن هذا العلماء، هذا الاتحاد هو أكبر مؤسسات الأمة، وعلينا أن نركز على ذلك أيضاً. فيؤكد العلماء على ما يلي: أولاً، المسجد الأقصى المبارك هو كل ما دار عليه السور، ومساحته 144,000 متر مربع، وتشمل أيضاً الأسوار والجدران، ومنها حائط البراق الذي يسميه الصهاينة زوراً وعدواناً حائط المبكى، كما تشمل ما تحت الأقصى وما فوقه، فكلها أجزاء لا تتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الذي هو حق خالص للمسلمين، ليس لأحد من غير المسلمين فيه أدنى حق، وأي اعتداء عليه هو اعتداء على ثالث مقدسات المسلمين، شقيق المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هذه الأرض المباركة. ثانيا، إن دخول فرق المسح والقياسات تحت حراسة جنود الغصب والعدوان والاحتلال الصهيوني يمثل انتهاكا عدوانيا لقدسية المسجد الأقصى المبارك، كما أنه يعني المحاولة الصهيونية الجديدة لنقل ترتيبات الإشراف الإداري من الأوقاف الإسلامية إلى كيانه وعدوانه، وهو ما يعني السير بتسارع في خطوات وضع اليد الصهيونية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك لتنفيذ ما تبقى من مخططاتهم بحق مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، يستنكر العلماء ويرفضون كل الأعمال التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، ويؤكدون أن ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، أن ما يحصل في المسجد الأقصى المبارك جريمة نكراء جديدة في سجل جرائم الاحتلال، ولا يمكن السكوت عنها، معلنين رفضهم أي محاولات لسرقة الأراضي الفلسطينية وتغيير هوية المدينة المقدسة. كما يؤكد العلماء على أن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة هما شرف الأمة، والاعتداء عليهما بأي طريق هو اعتداء على شرف الأمة الإسلامية بأكملها.
رابعاً، يدعو العلماء جميع قادة الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع العلماء والمفكرين والسياسيين بأن يقوموا بواجبهم كل من موقعه ومكانه وحسب قدراته، فتلك مسؤولية كبرى أمام الله تعالى، بأن يكون لهم موقف حاسم من هذه الانتهاكات والاستفزازات، والعمل على الحفاظ على قضيتنا الأولى وعلى كل مقدساتنا وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. خامسا، يطالب العلماء الأمة العربية والإسلامية وبخاصة الدول التي لا زالت على عهدها والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية بأخذ دورها لحماية الأقصى والقدس الشريف من هذه الاعتداءات الهمجية والاستفزازية المتكررة التي تعمل على تغيير معالم الأقصى بل وهويته. سادساً، إن العدو الصهيوني يستغل وباء كورونا وتحت عنوان الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا يتم التضييق على المسلمين الفلسطينيين في دخول المسجد الأقصى المبارك، كما يتم استغلال تفريغ المسجد وفراغه بهذه الذريعة لتنفيذ المخططات العدوانية. ومن هنا يدعو علماء الأمة إلى أن تكون تقديرات الإجراءات المتعلقة بوباء كورونا موكولة إلى الأوقاف الإسلامية وحدها دون أي علاقة للكيان الصهيوني بذلك. سابعاً، يعلن علماء الأمة، وهذا استجابة لدعوة الاتحاد في كلمة الشيخ الدكتور علي قرداغي الأمين العام للاتحاد، وهي أيضاً دعا إليها نائب رئيس الشؤون الدينية الدكتور سليم أرجون في لقاء ماضي، وهو أن يكون الأسبوع الأخير من شهر رجب من كل عام أسبوعاً للقدس والأقصى وفلسطين، يقيم فيه العلماء والفعاليات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس وكل المؤسسات والدول ووزارات الأوقاف الأنشطة التي تناصر القدس والمسجد الأقصى وتعرف بهذه القضية وتبين حقيقتها. ثامناً، يدعو علماء الأمة وفي مقدمة من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى أن تكون خطبة الجمعة غداً انتصاراً للمسجد الأقصى المبارك وفضحاً للمخططات الصهيونية بحق مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتكن منابرنا شقائق منبر الأقصى المبارك. تاسعاً، يؤكد العلماء على أن القدس والأقصى أمانة، على أن القدس والأقصى أمانة الأمة الإسلامية قاطبة وبكل شرائحها، وواجب الإنقاذ والتحرير يستدعي ويوجب تثبيت المقدسيين بالدعم الشامل في كل صوره، بالاتصال وبالدعم المالي وبالخروج وبمثل هذه النشاطات التي تثبت أهلنا وتخبرهم وتشعرهم أن الأمة معهم ولن تتخلى، لم تتخلى ولن تتخلى هذه الأمة الأصيلة بإذن الله تعالى. عاشراً، يحيي العلماء أهلنا المرابطين في القدس وفلسطين ويدعونهم إلى شد الرحال إلى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم يا أهلنا خط الدفاع الأول عن ثالث مقدسات المسلمين جميعاً، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ونصره قادم بإذن الله تعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في باحات المسجد الأقصى المبارك محرراً مطهراً من أيدي الغاصبين، وكل منا له دوره، فلنتوجه كل إلى مهمته ودوره. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.